بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عندك مريض وأنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل شفائه، هل يصلح أم أنه هو الذي لابد وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ انتظرونا بعد هذا الفاصل. هناك أخت مرضت 10 سنوات ولم يفلح معها الداء ولا الدواء ولا الطب. الداء يعني تشخيص الداء، احتار الأطباء في تشخيص الداء ووصف الدواء 10 سنوات والمرض لا يزول عنها. فجاءت أختها قالت لزمت الصلاة الإبراهيمية لمدة أسبوع فشفيت أختي تماما من هذا المرض العضال. واحد يقول المفروض المريضة تصلي على النبي، نعم هي أكيد أوصتها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل ممكن؟ نعم، لذا يمكن أن يصلي إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إنسان آخر، هذا إذا كان الإنسان مهموم من مرض شقيقه أو مريض من مرض صديقه أو مهموم من مرض أمه أو مريض من مرض أبيه. كل ده دخل في باب الهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد بذهاب الهم وغفران الذنب للمكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس كثير تصلي على النبي ويقول أنا أصلي عليه من 10 سنوات من 5 سنوات ولم تقضى حاجتي. قضاء الحاجة التي فيها هم كبير ليس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت حينما تكسر من الصلاة على النبي معناها أن أنت لا تأتي في يوم ولا تصلي على النبي، ولا تيأس وتترك الصلاة على النبي ثم ترجع إليه، ولا تقلل من وردك اليومي إلا لظروف طارئة أو حالة مرضية أو ضيوف أتتك. أما إذا كنت تصلي على النبي اليوم ثم تغفل تاني يوم ثم تقلل ثالث يوم ثم ترجع تزيد رابع يوم ثم تنقطع خامس يوم، فأنت لست من المكثرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المكثر مستديما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مستجيب حتى لو بالقليل، ولكن القليل الذي لا يخرجك من المكسرين، فأقل القليل 300 مرة في اليوم والليلة يعني في 24 ساعة. وكلما ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر كلما فرج الله همك وبشرك بالخيرات وتجلى عليك بالأنوار. إذن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل صديقه أو شقيقه، نعم كما صلت هذه البنت وقالت إنني لزمت الصلاة الإبراهيمية. ما زال فيه ناس
عندهم شطط في عقولهم ويغلقون آذانهم ولم تنفتح قلوبهم للصلاة الإبراهيمية، ويقولون هي طويلة. الذي يقول طويلة صدقوني بخيل، الذي يقول الصلاة الإبراهيمية طويلة بخيل، والله بخيل. وأنا رأيت البخل عملي لهؤلاء الناس، كل من قال الصلاة الإبراهيمية طويلة بخيل، لأن أنت تقولها في الصلاة يا موحد بالله يا موحدة بالله، أنتم تقولونها في الصلاة في الصلوات المكتوبة، كل فاتحة كل تشهد تقول الصيغة الإبراهيمية، فأسرارها فطولها. الذي يقول أنها طويلة مشهور بالبخل. رقم اثنين، ليس عنده صبر. رقم ثلاثة، كثير الشكوى. رقم أربعة، قد لا يقضى الله له حاجة في الدنيا. خطورة شديدة. أنت تريد حاجة من الأرض، من عند الشيخ، من عند كذا، لا بأس، كله يقبله الله. جميع الصيغ الصلاة على النبي التي ليس فيها شرك يقبلها الله سبحانه وتعالى. أما الصيغة الإبراهيمية هي الأساس، ولو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يختصرها لاختصرها. لماذا لم يختصرها الله واختصر عدد الصلوات؟ عدد الصلوات التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر كانت 50 صلاة في اليوم والليل، يعني ما كانش هيكون فيه وقت إن احنا نقضي فيه أعمال. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو كانت 50 صلاة كنت هتعمل إيه؟ أنت ما انتش قادر على الخمس، ما انت الصبر على الخمس. طب لو كان الله سبحانه وتعالى يختزل لنا ويقلل لنا الصلوات من 50 لـ5 رحمة بينا، ولم يلغي الصلاة الإبراهيمية ولم يختصره، وانت بسلامتك او بسلامتك عايزين حاجة دريفري، طبخ جاهز، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، وما انتش عارف انت بتقول ايه وبتبرطم بتقول بتقول إيه، عشان تكون من المكسرين. لا، ده واحدة بس من الصيغة الإبراهيمية ممكن تعادل 1000 من صيغة تانية، ممكن تعادل 1000، وما الصيغة التانية ممكن تقول وكرامتها تكون قليلة. فكرامات أي صيغة غير الإبراهيمية قد تظهر قليلة وقد لا تظهر، أما الصيغة الإبراهيمية فلها كرامات مستديمة. نترككم الله إلى نترككم في حلقة قادمة على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.